السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة شبكة سكاي نت ومشتركين شبكة سكاي نت، أهلا وسهلا بكم ومعكم من جديد. هذا محدثكم على شعب. ففي البداية لا تنسوا أن تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم سوف نكون مع برنامج جديد وإصدار جديد. سوف نتعرف على برنامج كي لايت كوديك. طبعا الإصدار هو رقم 13.7، الإصدار الأخير. طبعا البرنامج الذي يتميز بأنه يقوم بتسجيل جميع صيغ الفيديو والصوت. طبعا لتثبيته بشكل سليم سوف تتابعون معي التثبيت من نقطة الصفر. طبعا رابط الفيديو من الموقع الرسمي تجدونه أسفل الفيديو إن شاء الله. فهذا الموقع الرسمي، وهذا الإصدار الموجود له زي ما انتم شايفين كي لايت ميجا كوديك 13.7، ولكن هناك منه طبعا بوينت، طبعا 13.7.2 له نسخة البيتا. نحن سوف ننزل الإصدار 13.7 بعد تنزيله من الرابط المذكور أسفل الفيديو. طبعا دبل كليك على جملة البرنامج موافق، ثم تضع هذه الواجهة، نختار طبعا كما هي، وان طبعا في نورمال في ادفانس نختار من هذه القائمة ادفانس ونذهب الى نيكست. الان سوف نذهب ايضا الى نيكست، سوف لن نلعب في هذه الخيارات نيكست، والان نيكست. الآن في هذه الواجهة طبعا البلاير راح نخليها زي ما هي، الدايركت اكس زي ما هي، تمام. وننزل إلى الأسفل إلى الأسفل، طبعا الخيارات كلها مشار لها بعلامة الصح، تمام، كل الخيارات معلم عليها. أبر فلتر نختار عليها صح، و VFW فيديو كوديك نختار عليها صح، والـ ACM أوديو كوديك أيضا نختار عليها صح، والتول نختار أيضا في نضغط عليها على علامة الصح. طبعا الخيار في مربع اللي من قبل الكلمة، تمام. ثم نذهب إلى Next، ومن ثم Next. هنا في هذه القائمة طبعا احنا كنا هين، نذهب الى next، على شيل الماوس عندي بعمل دبل كليك مرات next ثم next. في هذه الخانة، في هذه الواجهة سوف نقوم طبعا في check for update، راح نشيل عن علامة الصح، بدناش يعمل update، ومن ثم next. طبعا دايركت ميثود هخليها زي ما هي next. في هذه الخانة سوف نذهب الى enable internet subtitle، طبعا راح نعلم عليها صح، تتولون subtitle automatically enable، نختار هنا المربعات طبعا نضغط عليها كلها علامة الصح، تمام. ثم نذهب إلى Next، في هذه الخانة نتركها كما هي، ثم Next، المشغل Next. طبعا هون راح نيجي إلى Select All Video و Select All Audio، تمام. أنا بديش أشغل MP3 على البرنامج، ولكن هو يدعم كل صيغ الصوتيات هنا والفيديو هنا، تمام. نذهب إلى Select All Video و Select All Audio، ثم نذهب إلى Next. في هذه الخانة لا نلعب فيها، نتركها كما هي، ثم next. في هذه الخانة تذهب إلى select all، تضغط عليها، ومن ثم next. next. الآن يتم تنزيل البرنامج بشكل سليم. إذا كل صيغ الفيديو، كل صيغ الصوت، هذا البرنامج يدعمها، وهو أفضل مشغل لهذه الصيغ، لكل صيغ الفيديو وكل صيغ الأوديو. طبعا بعد انتهاء البرنامج تختار
تقلقش، لأن البرنامج خلص من التنزيل طبعا. نذهب إلى فينيش الآن. سوف تفتح معك طبعا صفحة البرنامج، نغلقها. طبعا البرنامج حاطط لكم رابط أسفل الفيديو من شبكة سكاي نت ومني شخصيا. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر وبرنامج جديد إن شاء الله.